البشرية لأول مرة في التاريخ، وحد بين الغني والفقير، بين الحاكم والمحكوم، بين السياسي والمواطن، بين الضابط والغفير. شكرا كورونا، عرفت العيلة على بعضها، خليت الأزواج يقتربوا أكثر من أولادهم وزوجاتهم وتفاصيل بيوتهم. شكرا كورونا، أظهرت لنا كم كنا مفترين بحق النعم، كم كنا بعاد عن الحمد والشكر. شكرا كورونا لأنك أظهرت لنا أولويات حياتنا، أظهرت لنا حقيقة قوتنا وهشاشتنا وضعفنا وجبروتنا الكاذب. جبروت هزموا فيروس لا يرى بالعين المجردة. شكرا كورونا على الدروس، وخاسر جدا ما لا يتعلم من دروس بهذه القساوة والوضوح.